يمكن انتهى منذ قليل الوجبة الخفيفة اللي كانت الساعة 6 خلاص، يمكن لاعبي النادي الأهلي طلعوا إلى غرفهم استعدادا للمحاضرة اللي هتكون في السابعة والخمس دقائق. فايلر بيعلن فيها التشكيل للفريق، وبعد كده بيتجه الفريق من الفندق طبعا في مدينة أو محافظة القاهرة، التجمع الخامس يمكن قريب جدا من استاد القاهرة، بتتكلم 20 25 دقيقة بالكثير بإذن الله ويكون في استاد القاهرة. فايلر على طول بعد ما يعمل التشكيل بيتجه على طول من غرفة المحاضرات إلى الباص اللي تم تعقيمه طبعا منذ قليل، وعلى طول يتجه الى استاد القاهره. يمكن الفندق هادي جدا بيمتاز بالهدوء التام لراحه لاعبي النادي الاهلي، يتحركوا براحتهم زي ما عاوزين يخشوا المطعم. يعني طبعا لاعبي النادي الاهلي ما بيتحركوش كتير الامانه، يعني ما بينزلوش مثلا اللوبي يقعدوا في اللوبي، لا ما بيتحركوش خالص. لو اتكلموا مثلا في المطعم ممكن يقعدوا مع بعضهم 3 4 دقائق، لو حد عاوز ينزل الجيم يعمل جلسه ولا حاجه عن طريق الدكتور برده بيكون بينزل الجيم، جيم على مستوى عالي جدا في الفندق. لو في السبا كمان الدكتور حب ان حد برده يستعمل السبا برده ممكن يستعملوه طوال طبعا اليوم. يمكن كلها تعليمات بتكون طبيه حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. لو كلمتك عن الغيابات، يمكن النهارده في غيابات كتيره جدا للاعبي النادي الاهلي، وليد سليمان طبعا نجم نجومه، محمد هاني للايقاف، كهربا للايقاف، حسين الشحات، محمد محمود، محمود متولي طبعا، سعد سمير، كريم نيدفيد. يمكن حسين الشحات اتكلمت معاه وتواصلت معاه يمكن في 3 4 ايام او اقل من 3 4 ايام هيكون موجود في النادي الاهلي الجزيره بعد اجراءه للمسحه الطبيه، وهيكون يتحط له برنامج بدني لمده اسبوع 10 ايام بالكثير، وهيكون باذن الله جاهز للمشاركه مع باقي زملائه في معترك طبعا الدوري، وهيكون باذن الله نبأ صار لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، هيكون جاهز باذن الله لمباراه الوداد المغربي، ويكون لي عامل السحر باذن الله، ويكون لي التوفيق كبير معاه جدا، ويكون لي مع باقي زملائه يمكن يعني التوفيق بس يكون حلفنا. شريف، من خلال متابعتك للعيبه النهارده، يعني شايف المعنويات ايه او الحاله المسيطره عليهم قبل المباراه؟ بعد الغداء كان في جلسه مع لاعبي الفريق يمكن بقياده طبعا الكابتن احمد فتحي والكابتن محمد الشناوي، اتكلموا مع اللاعبين لمصالحه جماهيرهم، عارفين ان جماهير النادي الاهلي زعلانه، عارفين المجلس الاداره زعلان، عارفين لجنه التخطيط زعلانه ايضا. النهارده لاعبي النادي الاهلي تعهدوا على تقديم صوره مشرفه، يصالحوا الكل النهارده، يعني يقولوا للناس احنا كان حظنا وحش في المباراه السابقه، ما كانش يومنا بلغه الكوره، لكن باذن الله هيستثمروا من اول دقيقه ويحاولوا يصالحوا جماهير النادي الاهلي العريضه النهارده. بطمنكم وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي عندها استعداد قوي جدا ان المباراه تكون دلوقتي قبل كمان ساعتين، فباذن الله بس يكون التوفيق معاهم، وباذن الله يكون القادم أول يعني. نشكرك، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان. والحقيقه هو مش بس ما كانش يومنا، وبرده مره تانية باكد